حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، هذا حديث، لكن بعض الناس يعيش 105، كيف نفهم هذا الحديث؟ الحديث الرسول خرج ذات يوم، بعد العشاء وقال للجلوس في المسجد: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام على وجه الأرض، على كل اللي موجودين الآن لن تمر عليه 100 سنة إلا وسيموتون، لكن الذي يموت، الذي يولد غدا لن يدخل في الباب، هيعيش أكثر من 100 سنة.